وثلاثون حالة من التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 32 فدان. أكد تقرير صادر عن مديرية زراعة أسوان أن المديرية بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة أزالت 2532 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 32 فدان و10 قيراط و13 سهما خلال الفترة الماضية وحتى منتصف الشهر الجاري. وقالت المهندسة مفيدة الخولي وكيلة وزارة الزراعة بأسوان أن مديرية زراعة أسوان تواصل حصر التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والقرى التابعة لأسوان، وأن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية الأمن لاستكمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي بلغت 3470 حالة على مساحة 201 فدان. للتعليق على هذا الخبر ومزيد من التفاصيل معنا المهندسة مفيدة الخولي وكيلة وزارة الزراعة بمحافظة أسوان. باشمهندسة السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم، كلمينا عن هذه الإزالات وكيف يتم التعامل معها بشكل يعني جدي. يا أهلا بحضرتك. هو حضرتك بتجيلنا المحاضر إثبات الحالة من الإدارات الزراعية بعد إبلاغها طبعا للشرطة والوحدات المحلية، وبالتالي إحنا بنعرض على السيد المحافظ الحالات الموجودة لإصدار القرار. فور صدور القرار بيتم إختيار مديرية الأمن. مديرية الأمن طبعا بتحدد الجدول الزمني لتنفيذ الإزالات على مختلف مراكز المحافظة. وبيتم التنسيق مع التحسين والوحدات المحلية لتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ. طبعا كان الفترة اللي كان فيها الانفلات الأمني كان مؤخر حالات الإزالة شوية في المحافظة، لكن احنا الحمد لله في تنسيق دلوقتي كامل وفي حالات إزالات بتتم في برنامج زمني بيتم مع مديرية الأمن. واحنا يعني بنتمنى ان كل الافراد الشعب اللي موجودين يحسوا بقيمه الارض الزراعيه واهميه عدم اقامه مباني عليها، لان ده طبعا بيأثر على الرقعة الزراعيه والامن الغذائي في اي مكان. طيب الى باشمهندس ايضا سؤال مهم جدا واعتقد الكل حريص على معرفه اجابته، ماذا يعني بعد ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه؟ كيف سيتم التعامل مع هذه الاراضي بعد ازاله التعديات التي كانت عليها؟ هو حضرتك إزالة التعدي وعودة الأرض إلى حالتها مرة أخرى ده بيتم على نفقة المخالف، وإن يعني في الفترة الجاية إن شاء الله كده هيتم تشكيل لجان لمراجعة الحالة اللي وصلت ليها الأرض بعد إزالة التعدي من عليها، وبحيث نتصدى لهذه الظاهرة. الى جانب ان عندنا في مديريه الزراعه اي موظف بيتواطأ او بيتخاذل عن اداء عمله وان هو يعمل المحضر بتاعه ده بيتم احالته فورا للتحقيق والنيابه، وفي عندنا يعني تقريبا يمكن 17 موظف تم احالتهم للمحاكمه التاديبيه وخدوا جزاءات ما بين شهرين لستة أشهر وقف عن العمل. وطبعا بيتم نقلهم فورا من أماكنهم. تمام. فنتمنى أن ده يكون ردع للموظف اللي هو بيتخاذل عن تطبيق القانون. وبرضه من ضمن الحاجات الموجودة أن الأسمدة بيمنع صرفها عن الجزء المتعدى عليه. نتمنى يا فندم ان احنا ما نشوفش حاله تعدي واحده على الاراضي الزراعيه، نتمنى ايضا مزيد من العمل والجهد من خاصه المختصين والقائمين على ذلك، وان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون في ادراك من قبل اخواننا المواطنين بخطوره التعدي على هذه الاراضي. بشكرك جدا المهندسه مفيده الخولي وكيله وزاره الزراعه بمحافظه اسوان. يمكن مشاهدينا دائما ومرارا وتكرارا نعيد ونزيد، يا جماعه لازم كل واحد فينا كده يكون عنده معرفه ودرايه ايه المخاطر اللي بتنتج على التعدي على الاراضي الزراعيه. يمكن انا قلت لحضراتكم قبل كده احصائيه ان تقريبا في حلول 2100 مش هيبقى في اي رقعه زراعيه خضراء على مصرنا الحبيبه، لذلك لابد ان كل واحد فينا كده يكون عنده ادراك لخطوره هذا الموقف. ليه ما نبداش بنفسنا؟ ليه احنا نصرف فلوس ونتعدى على اراضي زراعيه ونبور اراضي وبعد كده الدوله بقراراتها الصارمه واجراءاتها التي اتخذت لمواجهه هذه الظاهره بكل جديه وحسم؟ لازم كل واحد فينا كده يبدا بنفسه، بلاش تعرض نفسك للمسؤوليه، بلاش تعرض نفسك للمخاطر، بلاش تعرض نفسك ان انت تكون كده مش عندك
لحسن ظن الوطن، لازم نقول ان كل واحد فينا يكون عنده حس وطني، لازم كل واحد يبدا بنفسه، لازم كل واحد يثبت مدى حبه وتقديره واعتزازه بهذا الوطن ومدى حرصه ان يشوف بلده الحبيب مصرنا الحبيبه في احسن حال. نتمنى ذلك دائما مشاهدينا الكرام.